حب الرسم ابتدأت منذ أن كنت في الخامس ابتدائي، وبديت أشارك وأرسم، وبديت بأول معرض لي بالخامس ابتدائي. ومن بديت بالمعرض رأساً جاني كتاب شكر وتقدير وجوائز، قالوا لي ظل اشتركي معارض، ظلين تكسبين جوائز، توصلين مراتب أعلى وأعلى. فأنا حبيت الموضوع، فواصلت الرسم في عدة معارض من السنة الخامس ابتدائي إلى سادس إعدادي. ظليت أرسم أرسم وأشترك معارض، ودائماً أحصل على المرتبة الأولى وأكسب من خلال جوائز. أول معرض شخصي لي كان بالسادس إعدادي، عملت في كلية الحقوق ونال صدى واسع. خلصت السادس إعدادي وطلعت معدل جيد يأهلني أنه أدخل العديد من الكليات، ولكن هدفي وحلمي أنه أنا أدخل الاختصاص اللي أحبه. طبعاً والدي كان المشجع الأساسي لنمو موهبتي، ووالدتي أيضاً طبعاً، لأن والدتي كانت موهوبة بالرسم وكانت تزاول الرسم، ووالدي كان ممثل مشهور اسمه الأستاذ منتظر ذو أنون الشهاب، أستاذ في كلية فنون الجميلة. فكان دائماً يشجعني الله يرحمه على الرسم وعلى التمثيل وعلى أنه أمارس دائماً الاختصاص اللي أنا موهوبة بينه حتى أصل للقمة. فدخلت فنون جميلة وكان كلش فخور بي وكلش سعيد بدخولي لهالاختصاص. فترة كورونا فهي من أشد الفترات القاسية على حياتي، لأن فترة كورونا قبل 3 أشهر توفى الوالد اللي كان مصدر الدعم، كان مصدر فرحتي، وكان دائماً ويقف واضح ويشجعني. بس والدي من توفى ما بطلت، وما عزيمتي ما قلت، بالعكس زادت، بحيث أنه أنا وغما توفى والدي فوراً بعد أسبوع فقط حزنت على والدي مباشرةً، رجعت للكلاس روم، قمت أدرس، قمت أتفوق، وحلمي أنه أطلع الأولى على اختصاصي وعلى قسمي مزروع بداخلي، لأن والدي كان دائماً يقول لي تمارا أطلعي الأولى، تمارا أريد أفرح بيك، أريد أفتخر. فرجعت بقوة للدراسة واشتركت بمعارض، بحيث هاي فترة كورونا اشتركت ب4 معارض دولية وحصلت كتب شكر وتقدير. راديو الغد، وطن يمتد.